استفدت من التكوينات بزاف الحوايج. اول حاجه بعدا استفدت كيفاش ندير ننظم داك المدخول ديالي، حيت انا اكتشفت المدخول ندخله مع المصروف المستفيدين من هذا المشروع عائلتي كامله صراحه، العائله ديالي كامله، وليداتي، راجلي، انا عاونتهم اللي خدمت، حسينا براسنا شويه ترقينا شي شويه، ما بقيناش داك المستوى اللي كان. الحمد لله انا دخلت اول حاجه دخلت البنت مدرسه بريفي كتقرا، حقاش ميمكنش ليا نديها ونجيبها، انا كنخدم ميمكنش ليا نديها ونوصلها، كتجي الطوموبيل هنايا الترونسبور ديالها كيديها ويجيبها. وعاونت راجلي بزاف د الحوايج، شحال من حاجه درناها افاد العام هذا. استفدت بالنسبه للتكوينات الحمد لله، اللهم لك الحمد، راه عاونوني بزاف كيفاش نجري المحل ديالي، كيفاش نتعامل مع العمال اللي خدامين عندي، كيفاش نحسب كيفاش نتعامل مع الكليان اللي كيجي عندي، وهما اللي ساعدوني الله يكثر خيرهم، وهما اللي خضوا لي الفران، عطوني باش خديت الفران وبه تحل هذا المحل. المستفيده الرئيسيه هي انايا الحمد لله، اللي غادي نستافد وليداتي وراجلي، ومن بعد ان شاء الله الوالده ديالي والوالدين ديال راجلي، ناس كبار حتى هما كنصرف عليهم من هذا المحل اللي كتشوفوا، والناس الحمد لله اللي خدامه معايا كلهم راه البيوت ديالهم مفتوحه بالفضل ديال هذا المحل ديال هذا المحل هذا. استفدت من هاد التكوينات انني ما كنتش كنعرف شنو هي المقاوله، ما كنتش كنعرف نسير، غير كنخسر بفضل التكوينات اللي استفدت مع الهانديكاب. تعلمت نقاد الحسابات ديالي، شحال كندخل شحال كنخرج وشحال خصني نوفر، وليت كنحس براسي عندي مدخول، ما بقيتش عاله على راجلي، وليت كنعتمد على راسي بلبي الحاجيات ديالي. Je suis la formatrice qui a été mobilisée par Handicap International pour accompagner justement les femmes dans leurs projets professionnels. L'objectif de ces séances d'accompagnement justement est de former et d'accompagner Safa et d'autres femmes pour qu'elles puissent justement mettre en place leurs projets et réussir leurs projets. Alors ce que je vais faire aujourd'hui avec Safa, c'est que je vais développer avec elle son plan de communication externe pour qu'elle puisse justement communiquer sur les activités de son centre de soutien et attirer le maximum de clients et de bénéficiaires. من صغري وانا عندي حلم انني ندير شي حاجه اللي نعاون بها الناس، وكان عندي بزاف ديال الافكار، من ضمنهم انني نعاون وليدات صغار واللي هما جيل المستقبل باش يكون عندهم مستقبل تعليمي افضل. كنشكر الجمعيه المغربيه لدى نيوباتيا وانديكاب انترناسيونال اللي بفضل ديالهم الحلم ديالي أصبح حقيقة ومشروع خرج الأرض واقع. نشكر بزاف أشئي، جمعية أشئي راه عاونتني بزاف، كنشكرها بزاف بزاف، وجهة بروكسيل وجهة رونالد على المساعدة والمواكبة ديالهم بنجاح المشروع ديالي، وشكرا.